كيف الدور بده يخدمهم إلهم. دخول الفن لم يكن مخطط له أبدا. هي بالحقيقة الفنان هو أكتر إنسان منخرط بكل شيء، وأكتر إنسان عنده مسؤولية لأنه عنده فولوورز، يا بيخدهم على المهوار يا بيخدهم على الحقيقة، أو بيخدهم على لا مكان. إذا أخدهم على لا مكان بيكون مشهور ولكن بدون قيمة. مشان هيك أنا برأيي الفنان هو مسؤولية كتير كبيرة، ومفروض عليه يقول رأيه حتى لو خسر متابعين، لأنه بيكون حقيقي، وإلا بيكونوا الناس معجبين فيه بالمظهر ولكن مش بالداخل. لا، نصرت المرأة لأنه برأيي أنه أي شيء مخالف للتطور بالمجتمعات هو بسبب قمع المرأة ككيان. لكن هذا السؤال صار مطروح وعليه جدل كتير كبير، وأنا برأيي مش بمحله. الدراما المشتركة هي نوع من، مش أمر واقع، ولكن نوع من ريفلكشن للواقع اللي صار. نحن صارت حياتنا حياة مشتركة ببلداننا، منه بسبب التهجير، منه بسبب الاختلاط الثقافي، اختلاط الاجتماعي، الاختلاط الاقتصادي، هذا شيء طبيعي. مش هيدي المشكلة. أنا برأيي ما في حدا بيساهم بشهرة حدا، الإنسان هو اللي بيفرض، الفنان هو اللي بيفرض انتشاره. لكن ما في دور بعتقد بيقتنع فيه الممثل أكتر من دور. الممثل شغلته يقنع حاله بالدور إذا مقتنع بالمشروع كله. بقى منشان هيك بيشوف المشروع كله وبيفكر هيدا الدور كيف بده يناسب المشروع وكيف بده يخدم المشروع، مش يخدمني أنا شخصياً أو يخدم انتشاري أو يخدم شهرتي. للأسف في كتير من الممثلين بهمهم كيف الدور بده يخدمهم إلهم بانتشار أكبر. ما عندي مثل أعلى لا بالفن ولا بغير الفن. المثل الأعلى هو مجموعة إشياء بجمعة بتعمل شخصية وهمية مش موجودة بالحقيقة، هي بتصير مثل الأعلى. لا يمكن يكون في مثل أعلى كامل متكامل، مش ممكن يكون في شيء ما في نواقص. دخول الفن لم يكن مخطط له أبدا، لأنه أنا كنت عم بدرس هندسة معمارية قبل بكلية الفنون. عزمني شاب صديقي لأحضر مسرحية، ومن بعد المسرحية تناقشت أنا وياه وقال لي أنه أنت كتير ضليع بهالقصص، ليش ما بتفوت تعمل مسرح؟ غيرت رأيي وانتقلت من الهندسة المعمارية بنفس الكلية، كلية الفنون بالجامعة اللبنانية، إلى المسرح وعملت مسرح. ومنيح اللي عملت هيك، بغض النظر عن أنه الإنسان نجح وانشهر، لا، بس لأنه لقيت حالي. وللأسف الشديد هذا المخرج هو مخرج المسرحية الكندية اللي نحن عم نقدمها هلأ، واللي توفى من سنة تقريباً عن عمر 47، وهو كان أحد أهم أصدقائي.